إسعافات 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 إسعافات. ليه خايف ليه مكسوف؟ اطلبنا وانت تشوف، إسعافنا لكل الناس لطريق الخير موصوف. إسعافات 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 إسعافات. ليه خايف ليه مكسوف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج إسعاف. إسعاف النهاردة هيكون إسعاف طبي، سنتحدث في مشكلة تعاني منها الكثير من السيدات في مصر، وهي مشكلة التصاقات الحوض. سنتحدث حول هذا الموضوع ونجيب على بعض التساؤلات التي يسألها الكثير من السادة المشاهدين، ويسعدني في هذه الحلقة للإجابة على كل هذه التساؤلات الدكتور علي عمران، أخصائي أمراض النساء والتوليد والعقم. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا دكتور. نورنا في قناة صحاب. أهلا بك، أهلا وسهلا. النهاردة موضوع التصاقات الحوض هي مشكلة يعني تتزايد عاما بعد عام، ولكن يوجد لها أسباب. في البداية قبل أن نتحدث عن أسباب التصاقات الحوض، لابد أن نعطي للمشاهد ما هي التصاقات الحوض. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا التصاقات الحوض هي عبارة عن ألياف أو ندبات تصل بين أعضاء وبعض، تعيق عملية الحمل والإنجاب. فطبعا النسب زادت جدا اليومين دول، طبعا الأسباب هنسردها دلوقتي، وبقى الشكوى كثيرة جدا، خاصة المعرفة بالالتصاقات بقت عند كل الناس، والتقدم في الطب خلى كل الناس تعرف يعني ايه التصاقات في الحوض، ويعني ايه المشاكل اللي ممكن تسببها، وعلاجها اخباره ايه، والدنيا عاملة ازاي. فبقت مشكلة كبيرة في العصر اللي احنا فيه. التصاقات الحوض لها انواع انواعها متعددة وتختلف من سيدة الى اخرى. تمام. فيعني اذا اردنا ان نتعرف على ما هي انواع التصاقات الحوض. والله انواع التصاقات الحوض هي ليها علاقة باللي بيحصل بالظبط. تمام. فانواع التصاقات الحوض، في التصاقات غشائيه، في عباره عن غشاء بيصل بين انبوبه ورحم، بيصل بين مبيض وانبوبه، او مبيض ورحم وانبوبه، عباره عن غشاء. وفي نوع تاني اللي هو التصاقات السميكه، عباره عن غشاء بس جواه وريد او شريان. تمام. ودي طبعا بتبقى اخطر شويه، واحنا بنشيلها علشان النزيف اللي ممكن يحصل. وفي التصاقات تانية اللي هي التصاقات الوتريه، دي بتكون قويه شويه، عباره عن زي وتر كده بيصل بين الاعضاء وبعض. وفي التصاقات الاخيره اللي هي اصعب حاجه موجوده، اللي هي التصاقات السطحيه، اللي هي عباره عن ان عضو بيلزق في عضو. يعني انت جبت المبيض ولزقته في الرحم، جبت الرحم ولزقته في الانبوبه، جبت الامعاء، ودي اصعب حاجه ممكن تحصل، الامعاء، ورحت لازقها في الحوض، بما يسمى بفروزن بيلبس، او الالتصاق الشديد في الحوض. عباره الحوض عباره عن قطعه واحده، يعني انت ما تخشش على الحوض وتلاقي رحم ومبيض وانبوبه لا لا، انت بتلاقي الدنيا كلها عباره عن حاجه واحده ماسكه في بعض كده. وطبعا دي بتبقى اكتر حاجه ممكن تسبب تاخر في الحمل، واكتر حاجه ممكن تعمل مشاكل. جميل. يعني اذا تعرفنا على انواع التصاقات الحوض، ولكن لكل نوع يوجد له اسباب. تمام. فاذا تعرفنا على اسباب التصاقات الحوض، هنجد منها بعض الاسباب الوراثيه، وبعض الاسباب التي ليس لها علاقه بالوراثه، وهي اسباب يعني لها يعني اسباب طبيه اخرى من الممكن ان نتعرف عليها ايضا. فاذا اردنا نتعرف على كل سبب من انواع هذه الالتصاقات. بسم الله الرحمن الرحيم. هو دلوقتي الاسباب بتتلخص في مثلث لثلاث اضلاع. تمام. ضلع منهم الالتهابات الحوض، والضلع الثاني البطانه الرحم المهاجره، والضلع الثالث والاهم اللي هو سبب انتشار التصاقات الحوض في العصر الحديث، وهو العمليات الجراحيه. فلما بتيجي حضرتك تتكلم عن الاسباب بشكل عام، في اسباب وراثيه ليها علاقه ببطانه الرحم المهاجره، بتاخد نسبه وراثيه، وفي اسباب بتبقى ليها علاقه بالعمليات الجراحيه او التهابات، واخد بال حضرتك. والضلع الثالث زي ما قلنا اللي هو ايه، اللي هو بطانه الرحم المهاجره. بالنسبه للالتهابات، يعني دايما الواحده يبقى عندها ممكن شويه التهابات وتطنش وبتاع. عندنا الالتهابات بتمسك كذا منطقه في السيده لغايه ما تصل الى الحوض وتسبب الالتهابات. الالتهابات في الاول بتيجي في المهبل من بره خالص، بعدها بتمسك المهبل من جوه، وبعد كده بتمسك في عنق الرحم. شايف حضرتك التدريج وهي مطنشه، وبعد كده مسكت في الرحم، وبعد كده بتمسك فيه. ده يخليني اطرح سؤال. وهي عماله تطلع وتمسك واحده واحده وتنتشر. ايه اللي المراه بتشعر بيه في هذه الفتره يجعلها تتوقف كثيرا او تتجه فورا الى الطبيب لمعالجه هذه المشكله؟ يعني اكيد في عرض. احنا برضو هي الست يعني غصب عنها في الحته دي لسبب. هي طبعا السيده دايما عندها موضوع الفرزات الطبيعيه بتبقى ده طبعا زايده شويه، خاصه في مرحله الانجاب
بتبقى الدنيا عندها زايده شويه. فطبعا بيختلط عليها الامر من هل دي التهابات او لا. ولكن اللي انا عايز اقوله ان دايما اي التهاب بيصحبه افرازات. اي التهاب عند السيده بيصحبه افرازات. الافرازات الطبيعيه عند السيده هي الافرازات الشفافه وممكن تدي سنه ابيض. تمام، دي الافرازات الطبيعيه اللي ممكن تحصل اثناء الجماع او ممكن تحصل ما قبل نزول الدوره او بتزيد ما قبل نزول الدوره. ولكن لو احنا بصينا للالتهابات لازم تلون، يعني مثلا لما الافرازات تبقى لونها اصفر، لما الافرازات تبقى لونها ابيض مجبن، لما الافرازات تبقى لونها ميكس ما بين اصفر او ابيض مجبن، الافرازات تبقى لونها بني، الافرازات تبقى لونها اخضر، كل نوع من الافرازات دي بيديني رؤيه ان في نوع التهاب معين سواء بكتيري او فطري على حسب نوع الفطر نوع الالتهابات اللي هي بتنزل. فلما تيجي هي طبعا تطنش الموضوع ده او تاهمل فيه بيفضل الموضوع يطلع 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 لغايه ما يصل الى الرحم وبعد كده الانابيب وبعد كده المبيضين وبعد كده يسبب الالتصاقات في ويسبب المشاكل المبايل. ويسبب الاجهاض ويسبب تاخر الحمل مشاكل، يعني بيسبب مشاكل. عايز اقول لك درجه ان هو لما بيدخل جوه الانبوبه، انت عارف حضرتك الانبوبه عباره فيها سيليا كده، السيليا دي لما تطلع البويضه بتخلي اهو اهداب بتخلي البويضه تقدر انها تصل لجوه قناه الثلوج عشان يحصل الاخصاب وبعد كده الجنين يتكون وتوديه على جدار الرحم. طبعا الالتهابات بتخلي السيليا دي وظيفتها تنتهي من كتر الالتهاب اللي موجود، بيخلي الوظيفه نفسها مش موجوده. فطبعا لا هيحصل حمل، ولو حصل حمل وارد او ان يحصل حمل خارج الرحم من الالتهابات او الالتصاقات اللي وارده. ولو شفنا كنا اتكلمنا قبل كده في حلقه عن الحمل خارج الرحم وشفنا نسبته زادت جدا اللي من دول بسبب الالتصاقات اللي موجوده سواء من عمليات جراحيه او سواء من الالتهابات. فلازم الست قبل ما توصل الالتهابات للرحم والمبيض والحوض وتعمل مشاكل كبيرة جدا، لازم اي التهابات عندك لازم تاخد بالك منها. وفي الوقاية بقى اللي هو ايه اللي هو انا ما استناش يعني ان تحصل حاجه زي كده. من خلال شيخ قناه صحه وجمال التوعيه الصحيه. ايوه فكره التوعيه الصحيه قبل ما تحصل لك المشكله، المشكله بتبدا صغيره جدا تمام، ولكن مع تركها واهمالها تبدا المشكله تتضاعف الى ان تحدث مشكله كبيره من الممكن ان يعني تؤثر على حياه اسره بالكامل في حاله الاجهاض وعدم الانجاب ومشاكل في الرحم. ويعني نريد من خلال شيش قناه صحه وجمال ان توجه رساله للساده المشاهدين. هي دي نقطه الاسعاف، نقطه الاسعاف في برنامجنا دلوقتي، ان انا عايز اوجه رساله الاسعاف النهارده اللي هي ان انت تاخدي بالك الوقايه خير من العلاج. تمام، فانت دلوقتي لما بتستخدمي دش مهبلي او تشطيف او حاجه زي كده بطريقه مستمره انت بتحمي نفسك من المشاكل، ولكن بشرط خدي بالك الحته المهمه قوي ان دايما الست في خيالها ان انا لما اجي اعمل تشطيف لازم بتدخل ايديها عشان تنظف. حته الموضوع ده موضوع خاطئ، ما ينفعش لا انت تدخلي ايديكي ولا بالدش اللي هو فيه دش بيتباع كده في الصيدليات انها تقدر انها تنظف بيه. التشطيف دايما يكون الميه هي اللي تدخل، الميه هي اللي تخرج داخل المهبل وهتخرج بالمشاكل، او حتى لو مفيش مشاكل وهنعملها كوقايه الميه هتخش هتنضف وتطلع. ولكن انا لا ادخل ايدي لان انا طبعا المهبل ربنا خلقه معقم، ما اقدرش ان انا ادخل ايدي اللي هي مليانه بكتيريا ومليانه ميكروبات تنقل انفكشن وتنقل العدوى للمهبل وتعمل لي مشاكل وتيجي تقول ده انا بنضف نفسي على طول. لا 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 حضرتك مش بتنضف. وبعدين في مشكله كمان في الستات اللي عندها ضوافر طويله شويه، ان وهي احيانا بتعمل الموضوع ده بتروح خابطه في عنق الرحم، بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي مشاكل وقرح. دايما ست تقول لك انا رحت للدكتوره قالت لي انا عندي قرحه، او رحت للدكتور قال لي انا عندي قرحه من فده دايما من اسباب القرحه ان الضوافر اللي عماله داخله عماله تخبط وترزع في جوه في اماكن حساسه جدا في عنق الرحم. هو غشاء رقيقة جدا، غشاء رقيق جدا، فاي لمسه فيه اي لمسه فيه تسبب له مشكله، تسبب له مشكله. فتحصل بعد كده الالتهابات تقول ده انا نظيفه وبحافظ على نفسي وبتاع ومش عارفه هي الالتهابات جت لها منين. الحاجه المهمه الثانيه ان الزوج راح فين في الموضوع ده. في حاجه عندنا مثلا الكانديدا، الكانديدا دايما من الحاجات اللي ربنا خلقها انها تعيش في المهبل ولكن مش بتعمل مشكله الا لو اتغير البي اتش او درجه الحموضه بتاعه المهبل. فلما تيجي الست عندها العدوى دي بتعمل افرازات بيضه مجبنه وبتبقى معاها هرش، بتنتقل العدوى دي من الست لزوجها. الزوج ما بيحسش بالكانديدا دي او الكانديدا لا تؤثر في الراجل، فبيفضل عنده هو موجوده ولا تؤثر فيه. لما تيجي الست تخف ويحصل علاقه زوجيه بتنتقل من الراجل تاني لايه؟
للسيده مع تغيير في درجه الحموضه عن طريق الجماع او عن طريق بعض الالتهابات او عن طريق اي مشاكل زي كده، تحصل ان ايه، يحصل يتنقل تاني العدوى. فتيجي الست تتعالج من العدوى دي سنتين وثلاث سنين وخمس سنين وعشر سنين وهي مش عارفه هي بتتنقلها. فعشان كده لازم، مهم قوي، ودي رساله بوجهها للراجل، لما الراجل باجي اديله في العياده حاجه زي كده يقول لي الله 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 انا ما عنديش حاجه، ومخه على طول بيروح ان انا ايه، الدكتور شاكك ان انا عملت حاجه بره ونقلتها لمراتي فجاي عايز يعالج. لا 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 خالص، ما دي ثقافه الطبيه الخاطئه. ايوه الله ينور عليك. يعني دائما بنريد ان نوجه رساله للمشاهد من خلال هذه القناه التي تهتم بصحه المواطنين سواء رجال او سيدات، هي ثقافه تهتموا وان تغيروا ثقافتكم، وبدل ان تعتمدوا على الثقافه الماخوذه من الاهل والاصدقاء والاقارب والجيران والصيدليه. ايوه طبعا، يعني طبعا ينزل صيدليه تحته فياخد علاج. أيوة يعني صح. وهذا شيء مهم. وبعدين في حاجه مهمه حضرتك ذكرت، حاجه مهمه جدا في موضوع الصيدليات ده، كل فطر من دول وكل التهاب من ده موجود ليه نوع فاجينال دوش او تشطيف. يعني ايه؟ يعني انت لما تغير في درجه الحموضه بتاعه المهبل بيحصل التهاب في نوع من الباودرز اللي موجوده دي تعالج الكانديدا، تمام. لكن لو اديناها في حاجه تانية زي الترايكومون، حاجه اسمها ترايكومونس مثلا، هتزودها ليه؟ العلاج بتاع الكانديدا بيعتمد في التشطيف اللي هو البودره ده على تغيير درجه الحموضه بتاعه المهبل، تمام، بيخليه مور اسيديك او بيزود درجه الحموضه بتاعه المهبل اللي هو ايه، الكانديدا بتزود درجه الحموضه بتاعه المهبل. البودره دي بتعمل ايه؟ بتخلي الميديا مور الكلاين او بتخليها القاعديه بتاعتها بتزيد، فالفطر بيموت، تمام. طب تعالى في التراكومونس بقى، هو اصلا بيعيش في درجه قاعديه، فانا لما اجي الست عندها التهاب تراكومونس ده وباجي اديله البودره دي بتزود درجه القاعديه بتاعه المهبل وهو بيعيد، فالدنيا بتزيد يعني. ست راحه مثلا راحه صيدليه عندها شويه التهاب بسيطه، بيديها نوع عادي، يقول لك ده دكاتره النساء حواليها في المنطقه بيكتبوا، يروح مديه لها، الست بتحس بهياج رهيب وبتحس ان العدوى زادت جدا. ليه؟ لان النوع اللي عندها ده بيزيد بالتشطيب ده، العلاج اللي اداه العلاج ده. فكل دي برضو رساله ودي اسعاف انا بقوله للسيده، ان كل نوع التهاب ليه علاج، ده كل مرض في الدنيا ليه علاج، مش مجرد ان انا عندي مشكله اروح اخد اي تشطيف او اي لبوس، او واحده جارد تقول لي والله انا اخدت اللبوس ده والتشطيف ده فانا ارتحت عليهم علي. فانت اتفضل. لا لا خالص، الموضوع ليه علاقه بحامضيه المهبل ونوع الفطر اللي موجود عندك او نوع الالتهاب اللي موجود عندك، علشان الموضوع ايه، الموضوع ما يزيدش. فنرجع لموضوعنا، ان الموضوع ده بيروح لما بيزيد خالص بيسبب لي التصاقات، التصاقات دي تؤثر على الانجاب وتؤثر على الخصوبه وبتسبب التصاقات، والالتصاقات الناتجه عن الالتهابات من اصعب ما يكون في علاجها، لان الالتصاقات دي بتبقى loss of function. يعني ايه؟ يعني الحاجه نفسها الوظيفه بتاعتها بتنتهي، لما الالتصاقات بتمسك في الانبوبه، الانبوبه بتبقى وظيفتها انتهت، اذا لا يحدث حبل طالما وظيفه الانبوبه انتهت، اللي هي نقل البويضه من المبيض الى الرحم. الرحم طالما الوظيفه دي انتهت بتاعتها بالالتهاب، يبقى خلاص الموضوع انتهى تماما، وممكن لما نيجي نعالجها والالتهاب بيروح تفضل الوظيفه بتاعتها خلاص. يعني حصل هيدرو سالبينكس او هيدرو بايو سالبينكس، مجرد صديد او بيبقى ميه وصديد جوه الانبوبه بيخليها تتسع، وطالما اتسعت لو انت وديت او انت عالجت الالتهاب اللي فيها، هي مش هترجع مكانها تاني، خلاص هي اتسعت زي بالونه نفختها وسبتها تطلع الهواء اللي فيها، مش هترجع زي الاول، تطلع مترهله. يعني الانبوبه لما تتعالج وترجع مترهله خلاص برضو فقدت وظيفتها، فممكن يسبب الى عقم دائم بسبب الالتهابات لما بتزيد. والسيدات يعني مشكله صغيره ممكن تؤدي الى ممكن حياته الى مشكله كبيره، ممكن حياته تقف، ونرجع بقى الى علاجات وعمليات وحاجات مجهري ونبدا نتجه الى الاطباء. أيوة وكانت السبب في هذه المشكله هي وليكن مثلا عدوى عن طريق استخدام تشطيب بشكل خاطئ او الاتجاه الى شخص خاطئ لتشخيص مثل هذا العلاج. تحدثنا عن يعني اسبابها، وتحدثنا عن انواعها، وتحدثنا عن الوقايه قبل ان تحدث. لا يعني لا هو في احنا اتكلمنا في الاسباب برضو على الالتهابات، هو في حاجه مهمه جدا عايز اتكلم فيها، ان هي من الاسباب اللي هي العمليات الجراحيه. العمليات الجراحيه التي ليس لها لازمه، اللي هو ايه؟ اللي هو في عمليات لازم تتعمل، زي ده انفجار الزايده حصلت، زي مشكله في المبيض، وزي مثلا عمليه قيصريه لازمة الوجوب، مش عملية قيصرية بتتعمل فرفاني كده واحدة مثلا مش قادرة انها تولد طبيعي، لا يا دكتور انا مش عايزة اتفحص انا ولدني قيصري. ف
فالموضوع ده طبعا العمليات الجراحيه بتزود الالتصاق بطريقه كبيره جدا، الالتصاقات دي بتبقى بره في الحوض وبتوصل احيانا لداخل الانبوبه مما يعيق عمليه الحمل. و مثلا عندنا مثلا واحنا عندنا كيس على المبيض وحجمه 5 سم، طب يا ستي خدي علاج، لا انا تعبني وعايز اعمل عمليه. طب لو خلاص هتعمل عملية وتعبك بجد وخلاص يبقى اعملي منظار، على الاقل المنظار مش بيعمل التصاقات او نسبة التصاقات فيه ضعيفة تكاد تكون لا تذكر. ولكن عملية الفتح البطن على الفاضي والبطال لمجرد عندي كيس على المبيض، لمجرد عندي عملية قيصرية ملهاش داعي، فاحنا تعرفي ان انت بتزودي حدوث التصاقات عندك. يعني اذا اراد المريض اجراء عملية مش الطبيب المفروض ان هو يعني بينصحه بعدم اجراء هذه العمليه لانها من الممكن ان تسبب له مضاعفات؟ هو الطبيب بينصح، ولكن المشكله ان في بعض السيدات هي خلاص هي حاطه في دماغها ان هي مش هتولد طبيعي. تمام، يعني مثلا احنا مثلا في المستشفيات الحكوميه ما بيوافقوش على الكلام ده خالص، ان انت مش هتولدي طبيعي خلاص يبقى مش هتولدي هنا. يعني انا داخل انا بعد اذنك انا مش هتفحص مثلا، او انا يعني عايز اقول قيصري. لا لا يا ماما احنا ما عندناش الكلام ده. فالحمد لله ان ما زال في المستشفيات الحكوميه في مصر الموضوع ده بيترفض بطريقه بتة، لدرجه ان هم مع السلامه اتفضلي لكن مش هتولدي الا الولاده اللي احنا شايفينها لك، سواء هتولدي طبيعي او قيصري اللي احنا هنشوفه. الطبيب هو الذي يشخص وليس المريض. لكن للاسف بره في المراكز الخاصه والعيادات الخاصه والحاجات دي مجرد ما الست بتطلب انا عايزه كذا خلاص. يعني اذا هنا نوجه، لان هو دايما الدكتور بيقول ايه، يقول ما خلاص هي طالما ناويه كده، هي لو مش هتولد هنا هتولد هنا، يعني هي خلاص هي ناويه على حاجه معينه هتعملها وهي وده حق ليها وده ممكن. ولكن انا شايفه كدكتور انه مش حق ليها، انا شايفه ان حق ليك انت كدكتور ان انت تنصح وان انت يعني انت تنصح وتقول لها ان ممكن يحصل مضاعفات ممكن يحصل مشاكل من ورا حاجه زي كده. كيس على المبيض، لا يا دكتور لما تشوف ان المنظار غالي شويه، لا انا عايز افتح، لا طب ليه غالي، روح اعمله في مستشفى حكومي، على اعتبار ان انت عندك كيس على المبيض مش مجرد كيس احنا دخلنا عملنا لك عقد، لمجرد ان انت عندك كيس على المبيض وعملنا لك فتحنا وحصل لا قدر الله بعد كده التصاقات، فبالتالي الدنيا عندها توقفت والحياه عندها توقفت، وتخش بقى في علاجات ومناظير بعد كده جراحيه والكلام ده علشان تعالج حاجه زي كده. جميل، يبقى اذا ناخد من هنا رسالتين نوجههم الى يعني المريض والطبيب. يعني المريض لابد وان يعي ان ما يقوله الطبيب هو في مصلحته، يا ريت، وان يعي الطبيب ان ما سيفعله من اجراء عمليه او من علاج سيحاسب عليه. طبعا فاذا هنا رسالتين مهمين جدا ناخذهم الى المريض والطبيب المعالج من خلال شيء قناه صحه وجمال. طبعا هناك اسباب وراثيه من الممكن ان تكون اسباب في التصاق الحوض، يعني هل توجد اسباب وراثيه تؤدي الى التصاق الحوض؟ اسباب وراثيه دي بتكمن في الحاجه اللي الناس كلها بتسمع عنها دلوقتي والناس كلها تتكلم عنها دلوقتي والناس كلها بتسمع مش فاهمه هي ايه، اللي هي حاجه اسمها بطانه الرحم المهاجره. الموضوع ده حتى انا لما ناس من اصحابي يقعدوا معايا بيجيبوا سيرته بسخريه، ويعني ايه واحده مهاجره وشايله البطانه بتاعتها مهاجره والكلام، هم مش فاهمين بتاع. هو في يا جماعه عباره عن بطانه الرحم، عباره عن عندنا رحم وليه بطانه. بطانه الرحم اللي هي ما داخل الرحم او تجويف الرحم. تجويف الرحم دي اسمها بطانه الرحم، ليها كاركتر معين وليها شكل معين، اللي هي عشان ربنا خليها عشان يحصل امبلانتيشن للجنين او يحصل زرع للجنين جوه بطانه الرحم. ففي بعض الامراض الوراثيه زي بطانه الرحم المهاجره، اللي هي بطانه الرحم بتخرج بره نطاق الرحم وتبقى مترسبه على الانابيب او مترسبه على المبيض، او بتترسب في الغشاء البروتوني للحوض، او تترسب على الرحم. يعني حتى في صوره على الشاشه دلوقتي، زي ما حضرتك شايف دلوقتي، ده طبعا اللي في النص الرحم، وفي طبعا قناه فالوب والمبيضين، وفي طبعا ايه بطانه الرحم المهاجره اللي حضرتك شايفها دي، اللي هي طبعا دي طلعت خلاص وبقت موجوده في الحوض، ودي بعد كده بتترسب على المبيض وبعد كده بتمسك في الانابيب. وحضرتك شايف اللون البني ده موجود على المبيض منه وعلى الانبوبه وموجود على الرحم، كل الكلام ده بيروح لازق في بعضه وبيعمل لي ما يسميه شوكليت سيست احيانا، او كيس شوكولاته، يعني بيسموه كيس شوكولاته كده لان هو كيس بيكون بني على المبيض. فده طبعا بيسموه كيس شوكولاته او كيس دموي، يعني كيس هو بيكون عباره عن شكل الشوكولاته بالظبط كده ويكون موجود، فبيعمل لي ايه الالتصاقات، والالتصاقات دي بتكون علاجها الامثل وعلاجها الوحيد ان السيده تحمل. فانت عندك مشكله ان الست دي لو حملت
العلاج ده تم بطريقه بس المشكله انها تحمل، يعني المشكله انها تحمل، عشان كده لما تكون الدرجات يعني نسبه حدوث الحمل بسيطة في بطنه الرحم المهاجره بتكون قد ايه؟ لا نسبه حدوث الحمل في بطنه الرحم حسب الدرجه بتاعتها، يعني في الدرجات الكبيره قوي نسبه حدوث الرحم في البطانه المهاجره بتبقى قليل جدا. اخر بالك لما تكون الدنيا متلزقه زي ما بقول لحضرتك كده فروزن بيلفس يبقى الدنيا صعبه جدا، لان المبيض نفسه مش عارف يطلع البويضه، ولو طلعت مش هتعرف تعدي من الانابيب من كتر الالتصاقات اللي موجوده، فبصراحه الدنيا بتبقى صعبه قوي. لكن في بعض الاحيان لما يكون النسبه متوسطه او بسيطه وبيحصل حمل ببعض العلاجات الدنيا بتبقى كويسه جدا، لمجرد الست حملت الدنيا بتتحل تماما، لان بطانه الرحم نفسها مع الحمل بتتلاشى وتروح، فطالما تلاشت جوه الرحم هي بتتلاشى من كل بالظبط، كان عفريت كده باعت عفريته على كل الناس. مجرد ما انت بتموت الراجل الاساسي ده، يعني اقول الفيروس المنتشر ده مجرد ما تقتله، مجرد ما انت هتموت بنط الرحم اللي موجوده جوه الرحم دي هي كلها في كل حته بتروح، وبيحصل الدنيا بتبقى معاها كويسه. جميل. هناك وسائل عديده ومتعدده لعلاج مثل هذه الالتصاقات على حسب الدرجه التي وصلت لها السيده من الالتصاق. احدث وسائل العلاج التصاقات الحوض، هو احدث وسيله للعلاج طبعا هو دلوقتي التدخل الجراحي بالمناظير، ان احنا بنخش وان احنا بالجراحه ونقدر نسلك الالتصاقات اللي موجوده، بتكون الانبوبه لازقه في الحوض ولازقه في المبيض ولازقه في الغشاء البروتوني بتاع الحوض، فاحنا بنخش بالمنظير ونقدر ان احنا نسلك الاماكن. زي ما حضرتك شايف دلوقتي دي عمليه تسليك، زي مش حضرتك شايف كده ده بنقطع اهو، ده حاجه لازقه في بعض في جدار الرحم ده، بنسلك الانبوبه من الرحم ودلوقتي داخلين بالمنظار. بنعمل ايه؟ بنقطع ونكوي، يعني بتيجي شايف ده التصاق وتري او نوع وتري، تمام؟ شوف عامل ايه؟ عامل ماسك الرحم في الدهون بتاعه الحوض والانبوبه، فكله عباره عن قطعه واحده. فاحنا شايف بنخش مسلك ده التصاقات غشائيه اللي احنا بنسلكها دلوقتي، سلكنا الغشاء الوتري ودخلنا على التصاقات غشائيه اهي، دخلنا شايف اللي ظهرت تحت دي هي الانبوبه، شايف الانبوبه كانت غطسه فين؟ تحت خالص. شايف التغطسه؟ شوف احنا دخلنا وقطعنا الدهون وسلكنا التصاقات الوتريه، وفضلنا نيجي لغايه ما وصلنا للتصاقات نوع التصاقات تاني اللي هو التصاقات الغشائيه، قطعناها لقينا الانبوبه اللي هي في الاخر تحت خالص اللي هي عيني ما لا حول لها ولا قوه، والالتصاقات حواليها ماليه الدنيا. فمجرد ما احنا بنشيل الكلام ده وبنسلكه وبنسلك الانبوبه حواليه، الدنيا بترجع طبيعيه جدا وبيحصل حمل بطريقه بنسب عاليه جدا، فالدنيا بتبقى سهله. بس المهم ان احنا نعمله بمنظار، مهم قوي الموضوع ده علشان يعني ما نزودش البله طيب. افضل طريقه هي عمل المنظار لعدم اصابه يعني عدم اصابتها بالتصاقات الثانيه، لان انت ممكن تعمل ايه؟ انت ممكن تخش فكيت الالتصاقات دي كلها وبتاع، وانت العمليه الجراحيه في حد ذاتها لما تفك الالتصاقات فيها هتحصل الالتصاقات دي تتكون تاني، لان في بعض السيدات عرضه للالتصاقات. طب ايه السبب ان يخلي بعض الالتصاقات دي ممكن تعود مره اخرى؟ بالنسبه للعمليه الجراحيه انت عندك ايه؟ انت عندك لما بتفتح بالمنظار زي ما انت شايف كده، اي حاجه انت بتقطعها بتكويها على طول، واي والدنيا ونسبه الـ 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 الدم اللي نازل قليل جدا. لما انت بتفتح الدم عندك بيفضل يسيل من اول ما بتفتح الجلد من فوق، وانت عندك 7 طبقات لغايه ما توصل للمنطقه اللي احنا شغالين فيها بالمنظار دي، بتوصل عندك 7 طبقات، فكل طبقه فيهم بتنزل دم. تيجي في الاخر لغايه ما تصل للمكان ده تبص تلاقي المكان ده كله مليان دم. كله مليان دم، عشان تيجي تنشف وبعدين توقف النزيف هنا وتوقف النزيف هنا وتعمل ده وبعدين تسلك الموضوع ده، الدم نفسه اللي موجود اللي انت السال ده وانت نشفته هو ده اللي بعد كده يعمل التصاقات تاني. فاحنا ما عملناش حاجه، دخلنا سلكنا بايدينا وسلكنا بالالات وعملنا وسوينا وقفلنا، التصاقات موجوده هي هي، واخد بالك؟ فبالنسبه بتبقى ضعيفه جدا، لكن بالمنظار زي ما حضرتك شايف مفيش نقطه دم. بتكون افضل ان المنظار بيكوي ما هو انت شايف حضرتك ده، احنا مجرد ما بنمسك كده مفيش حتى ولا نقطه دم. انت اي حاجه انت بتمسكها زي ما انت المسكه دي انت بتمسك الدنيا، مجرد عايز تسلك بتروح داخل بالمقص، المقص ده عباره عن مقص وكوي مع بعض، يعني حاجه بتقص وبتكوي مع بعض. بتكوي مكان الحاجه القرعه والحاجه القصه اللي انت بتقصها. فالموضوع ده مفيش نقطه دم بتنزل، ولو نفترض ان نقطه دم نزلت بتلاقي في ثواني اتكوت في نفس اللحظه اللي انت واقف فيها، علشان كده دايما اللي بتعمل منظار بتخرج في نفس اليوم، وممكن بعد ساعتين خلاص اتفضلي مع السلامه روحي، مفيش بقى حته انها تتحجز يومين وثلاث. شايف الالتصاقات؟ احنا خلاص سلكنا الالتصاقات من الرحم بطريقه جميله جدا، بان دلوقتي الرحم قدامي يعني دلوقتي بان بان دلوقتي الرحم والانابيب بتاعته ابتدت تبان، وشوف احنا خلاص زحنا عنه كل الدهون اللي كانت لازقه فيه دي، واخد بالك؟ وبنكمل بقى داخلين دلوقتي عشان نكمل الالتصاقات دي ناحيه المبيض الناحيه الثانيه والانبوبه اللي هي الناحيه الثانيه. فالموضوع بيكون لذيذ جدا وسهل جدا، وبترجع السيده
زي ما قلت لحضرتك ولا كأنك عملت لها أي أي حاجة في نفس اليوم وتبدأ تشعر بتحسن، وبنفس اليوم بتروح ولا بتحس ولا بعد كده بتحس بوجع في بطني، ولا تفضل أسبوع تاخد في مضادات حيوية وتعبانة، ولا أصل جالها انتفاخ، ولا أصلها تعبت، ولا أصلها بيسندوها وهي ماشية. هم ساعتين وبتروح البيت وبتعيش حياتها الطبيعية جدا، ونسبة النجاح بتبقى عالية جدا عن الجراحة العادية. فطبعا المنظار عايز أقول لك إن هو أحدث ضجة في 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 الطب، وخاصه في عالم الطب مش في عالم الطب كله، في عالم الطب كله والقرحة ده ده ده, ده 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 انت عارف دلوقتي موضوع داخل في مواضيع كتير لدرجه ان المنظار ده الكارديولوجي القلب دخل في في عمليات القلب المفتوح اللي زمان كان يشق صدر دلوقتي بيدخل دلوقتي علشان دلوقتي بيشق المنظار من لا المنظار بيخش بيفتح ثلاث فتحات بساط جدا وبيقدر يخش يغير شريان ويعمل كل اللي هو عايزه بالمنظار، وبتكون العمليه اسهل، بتكون العملية درجة الأمان بتاعتها أعلى، وبتكون العملية درجة البوست أوبراتيف بعدها أو ما بعد العملية أهم حاجة في الجراحة ما بعد العملية. فبيكون الموضوع سهل جدا إن أنت تقدر تتابعه هو نفسه، أنت ما دخلتش عملت حاجة، أنت مجرد دخلت. أنت عارف لما واحد بياخد حقنة بيعمل إيه؟ بياخد حقنة بتخش جوه جسمه حقنة وبيطلع. المنظار بالظبط كده، انت دخلت بحقنه وخرجت، انت ما عملتش حاجه، انت دخلت سلكت ولا دخلت شلت كيس على المبيض ولا دخلت عملت كل حاجه وانت نظيف، ما عملتش اي حاجه. فهو موضوع المنظار دلوقتي بقى حاجه مهمه جدا، وهو طبعا العلاج الامثل دلوقتي للالتصاقات، وهو العلاج اللي هو بيزود لي نسبه حدوث الحمل بعد مشاكل الالتصاقات بنسب تصل الى 90% دلوقتي واكتر. يعني اذا اردنا ان نوجه رسائل للساده المشاهدين، ووقت الحلقه يعني قرب على النفاذ، باقي اقل من 3 دقائق، نريد ان نعطي للمشاهد رساله قصيره جدا واسعافات بسيطه جدا عليها ان يقوم بها وان يتبعها. اذا احد الساده المشاهدين دلوقتي ممكن يكتب هذه الرسائل العلاجيه من دكتور علي عمران وممكن يستفيد بها بعد ذلك، ويعني يمنع حدوث مثل هذه المشكله. والله نمره 1، الوقايه خير من العلاج. حضرتك ما ينفعش يجيلك التهابات وتسكتي عليها، لازم تعالجيها على طول. بالنسبه لجوزك لما يجي الدكتور يديله علاج، والنبي يا شيخ تاخده من غير ما تسال ليه، خد العلاج عشان انت ما تعملش كل شويه ترد لها العدوى اللي احنا لسه متكلمين عنها دلوقتي. نمره 3، ما يتعملش، ما تفتحيش بطنك الا للضروره القصوى. يعني العمليات القيصريه نجت ناس كتير من مشاكل كتيره، ولكن ليها ضروره وليها داعي او ليها انديكيشن معين، اللي هو كان الاطفال بتموت زمان منه، الاطفال لا قدر الله ازيها بتنزل مشلوله، الاطفال بيحصل لها مشاكل كتيره زمان، والاطفال تخش حضانات، لا كل المشاكل دي خلاص هي دي الانديكيشن او الداعي ان الطفل هيجرى له حاجه، فاحنا هنضطر ان احنا نتبع تعليمات الطبيب قيصري، اتبع تعليمات الطبيب. ولكن ان احنا نفتح بطننا لمجرد انا عندي كيس على المبيض 5 سم واجعني، لا افتح، انا والله انا تعبان مش قادر اولد طبيعي، لا افتح، انا عندي مش حته فتح بطنك دي هي اكتر حاجه بتعمل لي موضوع الالتصاقات، وهي اكتر حاجه عامله لي مشاكل دلوقتي في العيادات من سكند انفيرتيليتي او تاخر الانجاب بسبب الالتصاقات. الحاجه الثالثه والاهم، لو انت حضرتك عندك بطانه رحم مهاجره وربنا كرمك وحملتي، يا ريت تحملي تاني، يا ريت بطلي الوسيله وتنسي الوسيله دي لو انت خلاص اتشخصت عندك بطانه رحم مهاجره وربنا كرمك والموضوع عندك بيجي سهل انك تحملي، يبقى يا ريت تحملي مره واثنين وثلاثه، يكش تجيبي 3 4 5 عيال ورا بعض، يعني خلصي عيالك اللي انت عايزه تجيبيهم ورا بعض، علشان بعد كده ما حدش عارف بعد كده ممكن يحصل ايه. احنا بعدين تحديد النسل كده دكتور علي عمران لغاه. لا 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 مش تحديد، لا انا لغيته في بطانه رحم مهاجره بس، لان هو ده علاجك، علاجك انك تحملي. فلو ربنا كرمك وحملتي ما توقفيش الوسيله لما تقول انا خلاص جيبي 2 أو 3 ونقول انا خلاص مش عايز اطفال تاني، فخلاص ساعتها بقى تقدر تاخدي وسيله براحتك. وربنا يرزق كل الناس بالخير، وربنا يبعد عن كل الناس كل شر يا رب. يا رب اللهم امين. يعني دكتور علي عمران، في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اتقدم بالشكر لحضرتك على هذه المعلومات القيمه. اعزائي المشاهدين، في نهايه هذه الحلقه اترككم في رعايه الله، ونلتقي بكم في حلقه قادمه اخرى. لكم من كل التحية انا خالد صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعافات 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 اسعافات، ليه خايف ليه مكسوف، اطلب